السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في فيديو جديد. يا رب تكونوا كلكم بخير. حبيت أعمل فيديو النهاردة على موضوع جديد. أنا وأسرتي سافرنا ووصلنا شيكاغو عشان نحضر مؤتمر إسلامي اسمه ماس إكنا، اللي هو الإسلامي كونفنشن في نورث أمريكا أعتقد اسمه. إحنا هنا في الهوتيل، نازلين في الماريوت في الداون تاون شيكاغو، وعايزة أفرجكم يعني مؤتمر إسلامي بقى عبارة عن محاضرات ولم تجمع ناس مسلمين كتير، للناس اللي انترستد زي يعني ان هم عايزين يعرضوا ولادهم للمجتمع اللي زينا والإسلام، ويتعلموا عن الدين ويتعلموا، بحس ان هم يعني they belong، يعني ان هم بينتموا لناس شبهنا يعني. فجايين نحضر المؤتمر دوت يعني. انا في برنامج يعني احاول احط لكم صورة او لينك للجدول يعني. احنا نازلين نحضر دلوقتي اول محاضرة الساعة 10:30، وهاخد لكم كليبس يعني. طبعا الدوشة هتبقى عالية جدا جدا تحت، لانه ما شاء الله اعتقد في 30,000 بني ادم في المؤتمر دوت، ما بين سبيكرز يعني وما بين ناس زائرين يعني. وهو في مكان اسمه ماكورميك بليس، زي مركز مؤتمرات كبير جدا يعني في شيكاغو، ومتوصل بيه 3 اوتيلات. وهننزل دلوقتي اتمشى، حاول اخد شوية كليبس يعني. لو الصوت عالي جدا طبعا مش هتسمعوني، فمش هتكلم، هاخد بس ايمج يعني. تعالوا معايا. ده اللوبي بتاع الماريوت اللي احنا نازلين فيه. دخلة من هنا. وده التشيك ان والريجستريشن ومفاتيح الاوض. بعد كده تتجه كده عشان تروح للاسانسيرات. في بقى لونجز وقعدات هنا. عايز تقعد تستنى بقى حد التشيك اوت، لسه واصل مستني حد يجي يساعدك. وهيك على الشمال مطرح ما الناس دول خارجين الاسانسيرات بقى، انا هروح عشان اطلع اوضتي انا كمان. قاعات هي كده، وكل قاعة بيبقى جواها لكتشر معينة. هفرجكم الجدول يعني، وكل واحد يختار اللكتشر اللي هي تهمه يعني، ويروح يحضرها يعني في اي توبيك. انا كده هتجه للانترنس بتاع المكورميك سنتر دوت، وفي التانلز بقى اللي بتوزع على الفنادق يعني. هنزل كذا اسكاليتر عشان اوصل يعني. The neighborhood of Gaza in Jannah. What does the Gaza Strip look like? What does Mitra'a Gaza look like in Jannah? I can only imagine. But subhanAllah, in this day and age, when we always talk about, as we should, pursuing the neighborhood of the Prophet sallallahu alaihi wasallam and Firdaus al-A'la, how badly will you and I want to visit the neighborhood of Gaza in Jannah? May Allah subhanahu wa ta'ala accept them all as shuhada. And may Allah subhanahu wa ta'ala accept us as well as shuhada. May Allah subhanahu wa ta'ala put in our hearts iman, and allow that iman to give our hearts the longevity so that we can continue to be there for our brothers and sisters until victory, until victory, until victory. Allahumma ameen wa sallallahu wa sallam barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. يقولها لا أدلك على شيء إن قلته صباحا ومساء يفرج الله عنك ويقضي دينك؟ يقول نعم يا رسول الله. اللهم إنا أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل والأحوال. This song is called Take Me Away. I wrote this pretty close to after becoming Muslim, right after Ramadan. It's really about realizing that of life isn't in materialistic gains. And it's a happy slash reminiscing song. Let's sing that, let's go. Let's throw it up. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. You could have searched for a thousand hours and it made a change. You could have looked for a thousand days and you could have stayed the same. Just remember who you are before you walk away.
برا بالليل. كمان مسابقات القرآن الكريم كانوا معمولين في القاعات دي، يعني دوت مسابقة جزء واحد وفي 10 أجزاء وفي 20 جزء وفي القرآن كله، يعني كل قاعة من دولت كانت عن مسابقة يعني خاصة بالحفظة القرآن. ما شاء الله تانو ورا تانو ورا تانو، ماشي كتير صراحة. لازم واحد يبقى لابس يعني comfortable shoes عشان يقدر غير تانو عشان اوصل الفندق. ما انتوا شايفين كده outside الدنيا هديت شوية دلوقتي 10 بالليل، بس في محاضرة لسه شغالة، ودي دخلة البازار، وده الويلكم سنتر اللي هو بتيجوا بقى تعملوا ريجستريشن اول ما توصلوا عشان تاخدوا البادج اللي هتتمشوا بيه في الكونفنشن، ولازم تعلقوه طول الوقت عشان تعرفوا تدخلوا يعني القاعات وكده. يعني شكله عامل كده وانا لابساه على رقبتي يعني. بس كده ده منظر الدخلة، كان واسع الحقيقة. ستاربكس اللي هناك ده قافلينه، في 3 ستاربكس في المكان هنا قافلينهم علشان الكونفنشن، لان طبعا احنا مقاطعين يعني. شكل الجدول يعني دول 3 ورقات كل يوم بورقة، وطبعا مديك الماب يعني زي مثلا هنا انا حضرت الصبح الـ2 lectures دولت في القاعة الفلانية، واحدة كانت عن marriage is hard work، جواز حاجة صعبة يعني لازم تشتغلوا عليه يعني، والmodern distractions hindering family life، ان طبعا الولاد كلها ماسكة تليفونات واحنا كلنا ماسكين تليفونات، والفيديو جيمز والحاجات دي هي والسوشيال ميديا. فبيدوا محاضرة يعني عن topic يوجهونا يعني ازاي، ويدونا tools وtips يعني ازاي نتعامل مع topic دوت يعني في بيوتنا وكده، يعني ايه اللي ممكن نعمله علشان نحسن حاجة زي كده. وبعدين كل واحدة طبعا الوقت بتاعها، يعني كان في من 10:30، في من 11:45، كل حق يعني مناقشة او محاضرة تبقى حوالي 45 دقيقة. وبعدين حضرنا ديت الساعة 2، كان في بريك ما بين 12:30 لـ2، تروح بقى تصلي الظهر، ممكن ترجع قطك whatever. وبعدين حضرت دي وهكذا طول اليوم كذلك. وانا دلوقتي كنت هنا في الديبيت بتاع الـ4 أساتذة دولت اللي هو من الساعة 9 لـ10 بالليل، انا ما كملتهاش صراحة لان دوشة جامدة جدا في القاعة كبيرة، بس ديت اللي انا كنت فيها لغاية 10 اخر حاجة اللي هي قيام الليل لغاية الساعة 10:30 بيسكلي يعني. بس كده يعني في جمعيات خيرية كتير بيلموا تبرعات، كل دي Islamic Relief وكذا. decorations وحاجات لرمضان، الزحمة والدوشة رهيبة طبعا. كتب عبيت عند الأوضة بقى. خلص اليوم الساعة 10:30 يمكن، هدخل بقى الواحد ياخد شاور ويجهز نفسه للنوم ونعمل نفس القصة بكرة تاني. احنا هنا 3 أيام، المؤتمر 3 أيام، وده كده نهاية أول يوم. شوفكم بكرة بعد. دورت لي على كورنر ما فيهوش دوشة جامدة يعني، والهن الصوت عالي، يا رب تكونوا سامعيني. ده اليوم الثاني في المؤتمر، ومحاضرات من ساعة ما صحينا صراحة، محاضرة وبعدين محاضرة وبعدين حضرنا النهاردة الجمعة، أول مرة نحضر صلاة الجمعة هنا ما شاء الله. يمكن 40,000 بني آدم عملوا صلاتين، بعد كده صلينا العصر، بعد كده محاضرات تانية، هو نفس الحاجة يعني كل يوم. فهو يعني جرعة مكثفة من زي ما تقولوا كده غذاء للروح يعني، الواحد مفتقده يعني، واحنا وسط مسلمين زينا وبنذكر نفسنا يعني بالحاجات المهمة في حياتنا وديننا يعني. وطبعا خطب كتيرة جدا وحديث كتيرة جدا عن اللي بيحصل في غزة، ربنا ينصرهم يا رب. وبس كده هنكمل بقى اليوم. لو في حاجة انترستنج تانية او حاجة جديدة ما خدتش كليب منها هحاول اخد كليب تاني. متأسفة على الصوت العالي جدا من فين ما بمشي دوشة، ولأن كمان السقوف عالية جدا وعدد البشر مهول مهول يعني.
انا عمري ما رحت السعوديه، بس متخيله عدد المسلمين كتير لما موجود في مكان واحد زي في عمره او في حج. يعني اكيد اكيد ربنا يكتبها لي يا رب، انا عمري ما رحت، ويكتبها لاي حد بيتفرج عليا عمره ما راح هو كمان. يعني لو عرفت اصور اي كليب تاني هصور. Most beautiful of the companions in this regard. SubhanAllah, Uthman radiallahu anhu was a person that you fall in love with when you met Mecca. The Quraysh have all of these songs they sing with people. And the reward is greater. Don't always try to win an argument. Try to win the person's heart back. By the way, this is even with parents and children. SubhanAllah, what do you want from your children? You want them to grow up, bidhillahi ta'ala, to be righteous? Requires a little bit of patience with them when they transgress here or there. And especially children with their parents. You know that you want that fadl from Allah subhanahu wa ta'ala, that bounty. Sometimes there's going to be something that's going to hurt you, and you've got to be able to see, well, you know, there's something greater that I want. When you're interacting with other people, you have to have patience with your brothers and sisters. Try to see deeper than what the obvious manifestation of their behavior is. But when the enemy of Allah comes at us, فَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظًا. Let them not see cowardice in you, let them see courage in you. With each other, that's the hadith of the Prophet ﷺ. أَلَّذِي يُخَالِطُ النَّاسُ وَيَصْبِرُ عَلَى أَذَاهُمْ خَيْرٌ مِنَ الَّذِي لَا يُخَالِطُ النَّاسُ وَلَا يَصْبِرُ عَلَى أَذَاهُمْ. In an age of anger, especially, the Prophet ﷺ said, the one who mixes with the people, and mixes with the people in the capacity of what? Of trying to bring khayr to the people, trying to do goodness for the people, trying to uplift the people by connecting them to Allah subhanahu wa ta'ala and doing what Allah azza wa jalla commands with you to them. The one who mixes with the people and bears what comes with mixing with the people, the hardship that comes with mixing with the people, is better than the one who avoids the people and does not tolerate the people, has no patience for the people. You say, it's too hard to work with the Muslims, Muslims drive me crazy. You're not working with the Muslims for the Muslims, you're working with the Muslims for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. Say, it's too, I don't want to be involved in the masjid, I don't want to be involved in my MSA, I don't want to be involved in this community, I don't want to get involved in that community, I don't want to do this da'wah, I don't want to do this activism, I don't want to do all this, people are driving me insane. You're not doing it for the people, you're doing it for Allah subhanahu wa ta'ala. Go back and refuel, maybe find another way. Let us manifest the light of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam in our hearts and in our deeds. May Allah subhanahu wa ta'ala allow us in these moments of noise to constantly find introspection. May Allah Azza wa Jalla allow us to remember Him when everything around us tells us to remember other than Him. May Allah subhanahu wa ta'ala allow us to be driven by his pleasure when everything around us tells us to be driven by our own. May Allah subhanahu wa ta'ala make us like those descriptions from Surah Al-Mu'minun, from Fussilat, of the believers of Ibad al-Rahman. And may Allah Azza wa Jalla grant us that reward. Allahumma ameen. Jazakumullahu khair. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب تكونوا سمعيني. تالت يوم واخر يوم في المؤتمر بإذن الله. مش عارفة هعرف أصور ايه النهاردة، بس نسيت أقول حاجة امبارح، إنه المحاضرات في المؤتمر دوت معظمها بالإنجليش، لأنه طبعا هم بيكلموا المهاجرين يعني، ولولادهم مولودين هنا وكده، فلغتهم اللي بيتكلموا بيها إنجليش الأغلبية يعني. في ناس كتير لكن في بالعربي طبعا، في شيوخ عرب وفي ناس اصولهم عربيه، ففي محاضرات بالعربي بس الاغلبيه العظمى بالانجلش. في ناس مصريين، في ناس فلسطينيين، في ناس اتراك ما بيعرفوش عربي خالص، وفي شيوخ مصريين. انا حضرت امبارح اتنين منهم اكشلي. بس كده الدنيا زحمه، مش عارفه شايفين ورايا ولا لا. انا سريحه جايه، اللي رايح يحضر ليكتشرز. ونفضل كده بقى لغايه هم لغايه بالليل، بس احنا على الساعه 4 كده بقى نمشي باذن الله، نتوكل على الله. يا رب تكونوا عشتوا معايا الاجواء بتاعه الكونفرنس، تكون عجبتكم. ولو عندكم اي كومنتس او ريكويستس اكتبوا لي. اشكركم جدا جدا على متابعتكم، واشوفكم على خير في الفيديو اللي جاي. باي باي.